دابا هادي مسمارك واش دابا هادي مسمارك عرفتي باش تنسمع فاتي جمالي فاتي جمالي تطلع لي في بالي اعظم مدلوله في الكون واخا ما تعرفش شي تعني دل البنات واعظم مدلوله في الكون تخيل معايا الوالده عاود ثلاث نطره قلت لها فاتي جمالي مشات عند هادي وهذا وهذا طططط تقمعات تيقول لي يعني مدلوله زاكستر بغيت نشوف واحد التناقض دايرته اللي نبداو فيديو اول فيديو هو هذا انا كفاتي بكره الرجال اللي بيحط صوره على السوشيال ميديا ايه انا بني لا 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 أي. اذا ما كان فنان اذا ما كان فنان ولا بمجال بيستدعي انه ينزل صوره على السوشيال ميديا يعني بشوفه انه لا وانا باسمي ناطق الشعب المغربي اقول تمت شرمتت شرشمت حكيم زياش بنجاح شرشمت يا فاتي جمالي انت بنتي فاتي ما جماليش كنيه ما لاصقاش عليك ولا باغ عليك زياش حط لك قمره ثلاثي الابعاد علاش سمعوا معايا حيت انتيا دابا جات تصحاب لك تيصحاب لك حكيم زياش هو واحد اللاعب ديال الهوات تقولي له سالي زياش يشوفك لابسه مكياج راسك غالي يقول لك اش عندك وصاحبك هذا داك اللعاب بحال اللي درتي ليه سميتو شنو سميت داك اللعاب كاع نجبدو ليكم عندي الدلائل ها هو هاد اللاعب مسكين شوفوا معايا انتوما ها هو هاد اللاعب هذا بن شرقي سميتو ما عرفت معاه من تيلعب والله ما عارف بن شرقي قالت ليه هاي فاتي جمالي مشى عند قال لك مشى مع الدار واعتز الكره وبقى جالس في ديك الصالون لحد اليوم هنا دابا ويلي وماشي نفس الليفل نورمال ما يقمعك زياش انت ماشي وانت مدلوله ماشي مدلوله اش داك اللعابه شنو هي اللعاب تيلعب مع تشيلسي ما عرفاش شحال ما عرفاش هادي واقيله صاحبك كتاش تقول له سالو هاي سالو غادي يمشي عندك شي جري والدغ طالعين اللول في البنات فوق صحته فوق النايه فاش مشيتي تسكن في امستردام تشوف فيه الزعرات الجبن هي الحماق بالفصاول وباقي الدغ عازب وانت هي جايه باغا تسلط عليه حيت البنج دابا انت هي البنج قمعك هيا القمع ما تنساش هادي كديري موسيقى علاش انت كدير موسيقى تريسيان انا ما عرفتكش قدمينا نفسك جيت دونك انتي الدور ديالك في السينما المغربيه ولا في التلفازه المغربيه هو يقمعوك الناس صافي هذا ما كان تقمع الدويد تقولي تقمع واخا هي داكشي اللي دار زياش بطبيعه الحال ما مزيانش ولكن من كاين انت هي فيه مزيان فهمتي مزيان حيت البنات ما خصهمش يديروا بحال هكاك فهمتي انا راه دري نشوف حكيم زياش نقول له هاي زياش شفتو ما هضرش معايا غادي نعوج بحال هادشي وعلاش نتبعو علاش نتبعو نمشي حتى للوطين نمشي حتى للوطين غادي نمشي نتبع حكيم زياش نقول له سي با سا كوم سا اون في با سا فهمتي وي دونت دو ذيس شي بان مش ما تجيني شاب خاطري زيان مشي ما دخلتكش للدماغ انك تقشطنتي خرج بفيديو هو قال لك زياش غيكون دم غيكون دم من بعد الفيديو هذا اللي درتي مشي تحليل منطقي هو انت مشيتي لتركيا ولا مع دبي باش تصور فيديو كليب ياك الدراري حلوا معايا دماغكم هادشي هذا اللي نقول لكم هو اللي كاين دونك شنو درت عرفات حكيم زياش كاين تماك والقمعة ما كاين لا قمعة لا والو فهمتي دابا تسولنا بالصورة ديال ولدنا زياش فهمتي هادشي اللي كاين تدير بروموسيون الفيديو كليب ديالها فهمتي دابا انت بغيتي تلصقي السيد بزز باغي ديري اشهار الفيديو بروموسيون الفيديو ديالك وخريتي علينا قنبلة حيت هذا هو السبيل الوحيد باش تشهري في المغرب عندنا هو يقمعك شي واحد ديري فيها شي واحد قمعك ونشوف فين هو الفيديو اللي قلتي اللي تتشكي فيه فاتي جمال فين هو البنات تلاقيت مع اكبر متكبر تلاقيته في حياتي كوم باغ هازار دابا في المول هو فوتبولور مغربي ماشي كوم باغ هازار ماشي كوم باغ هازار تلاقيته في المول سي با كوم باغ هازار انت تابعاه انت تقريه قالوك راه زياج في المول مشيتي زيتي صويكك درتي مكياج رن شو زياج فعلا وانا متاكد ان هاد القصه هادي والله ما كاينه تخيلوا معايا السيد عنده 10 مليون ابوني في انستغرام اللي عارفين عليه هو فرعه ماشي فرعه القوم وما خلات شكون تعنبات عليه والو ما رامش ليه هاد انت هي فاتي جمالي شرفتي فهمتي شرفتي انت عندك واحد 45 عام ما غاديش يديها فيك الدري باقي شاب ماشي باقي عنده 27 عام اصلا علاش قمعك من الاسباب حيت ما دايرش كاله انت مكلخه غدا عند زياش ما دايرش كاله ديالو ما يمكنش مقطوع السيد مقطوع يلا سالي الماتش تسلطتي عليه نورمال ما يقمعك وهنا معاه حنا مع اي واحد تيقمع البنات المدلولات سالينا ومعك معايا صحاباتي ماشي مغربيات و ايلي تي اكوتي دونك قلت ليه يلا قلت ليه هاي كيخنزر
مي فريمون سيد il est pas normal j'ai un واحد المغربي كمر مي سي انكرويابل دابا داخله لوتيل شفت واحد الباب قلت ليه راه اتس نوت نايس يقول لي فاك يو كيف فاك يو زعما سي انكرويابل شكون هو الفوتبولور زياش تيلمون جو ليمي تيلمون جو لو ديتيست مانون سي انكرويابل فريمون ملي كت تيلمون جو ليمي تيلمون جو لو ديتيست واش دابا هو غادي يتسناك انك تيميه سينو مصوار دابا انت علاش قمعك ما تقبلتيش تحسب براسك اون ستار ماروكان وكي غادي تدير تصاور في راسك غتخرج للزنقه حتى شي واحد ما تيتصور معاك في المغرب حيت ما تديريش واحد الفن واحد لار تو في ريان انت قلتي ملكه الجمال شكون يعطيك هاد ملكه الجمال ما عارف نشوفوا هاد ملكه الجمال فاتيجه معالي هي الدريري ودابا شوفوا معايا ودابا بالرجوله الدريري واش نعور ولا شنو هو هذا دابا هادي ميس ماروك واش دابا هادي ميس ماروك استطعت امشي للجبال الاطلس امشي نجيب فتاه تحيد داك الجمال ديالك انت هي وقعدوا كل ميس ماروك اللي دازوا في المغرب حيت دابا الدراري كيفاش ياخذوا ميس ماروكات انا نقول لكم من الاخر انا عارف دابا هذا فتيجه مالك شنو تكون دارت وكيديروها كاملين باش ياخذوا اللقب اش يديروا تيمشيو شي تسلطوا المتسلطات هادو تيمشيو شي تسلطوا على رئيس ديال ديك ميس رئيس ميس تيتسلطوا عليه تيمشيو عنده تيبداو ياكلوا له في دماغه ويديروا له اغراء لو يقدر له هاي كيف صباحتي وداك الشيء هذاك وتيعطيو ميس ماروكات سهله هادشي اللي كاين ما كاينش لجنه التحكيم وداك الشيء استريكت في القوانين ما كاينش داك الشيء ما كاينش مشى بلح بحلسات هادو حرباء الله يتاكبر حربائيه هادي ثقوا بيا ميس ودابا تبدأ هذا الزوجة عصية هاري بوتر اللي هربيها من القصر تبدأ نعطيها أنا ميس ماروك اللي ما تتخذيها بالله اجي وكون ميس حيدي انت اصلا حيدي اللي كيبان لنا في التلفازة حاجة والواقع ناغيين ربوع هذاك الولد المغربي مسكين اللي شفتو كيقول لي بخيفي غير هذاك الولد المغربي مسكين اللي جونتي قال لي اختي فاتي ما كيتسوج واش دابا هاد لي فوتبولور ما في خبرهمش كانوا اباطرة قبل منهم وكانوا ملايريه وفي ليله ونهار وبداك الغرور ما بقى عندهم حتى ريال في اخر ايام حياتهم ما لاقين ما ياكل والناس كيعاونوهم ما فهمتش الاحساس ديال ويلي جو سي با انا دا جيتي شوكي انا يمكن ان بو دوفون غير بديك الفرحه كلكان كو جيم فو لي زعما جوست لوي دير كي تبارك الله عليك ولا حاجه هكا اون سون فو المهم تالمون جيتي شوكي جولي Je voulais partager et surtout il m'insulte. Mais que les chômeurs chez Dersi, il y a tout par hasard à Oud. Il y a fuck you. C'est elle. Les femmes, les femmes. لي فام لي فاعل تو غير تيتبعوا المول تيتبعوش المول اللي يديروا المضايقه هي المضايقه هذه هاكي مزياش هذاك راه قليله واحد 50 وحده ولا 200 وحده تكون قالت له هاي في النهار تجي تزيدي عليه هاي وفاتي جمالي من الفوق البنج دار خدمته بركه خص من هذيك خصك تفهمي انت هي المعزه ديالك عندنا خصك تفهمي الجماعه خصك ما فهمتيش تستاهل هذا الشيء هذا الشيء تما الدل ما كاين حتى شي بنت في العالم درت هذه في العالم ماشي في المغرب في العالم كاين تجي بنت قمعها رونالدو ولا زياش ولا شي لعبه وجات خرجت قالت لها مرقمعني بوجه مكشوف هي جايه بوجه مكشوف جايه تتقصدري علينا انت قلت للولد اش قال لي واش واخا ويلا لي دابا بحال هكا لا دل كبير ولا اكشن ما نمشي باش يدير قال لك خرجت تعتذر اسمع حتى انا كنتاسف على جداني حتى ديك السطوري كنت استفوا فوالا هادشي اللي كاين لا ندير لك الراس شي خلطه سحريه كيفاش نصحوا ولا اللي كيسمعونا ديال لي باج جيسبر ك تخلي الموجه تتسهل صافي تتبرد الراس صافي دابا اللي عطى الله عطى قدر تبرد صافي اللي عطى الله قدر تبرد هاد الموجه هادي تبرديها انت عندك امكانيه فيديو صافي ايوا تبارك الله ما قابلينش الاعتذار اعتذار نو فينا هما المبادئ فينا هما الاخلاق ديال الفنان او فنانه اللي غتطلع في الصوغي وغتقول فاك يو تو نو بلا ما تعتذري انت اللي غالطه ودرتي الفالطه
اعتذارنا. هاي شوفوا زياج اش قال لها في سميتها اش كاش بلاها ما عنديش مع القهويات. شوفوا دخلوا عند الكونت ديالها اش داروا لها. يا في عشمك راني غارق ما تدخوش بها ديال الخوت راق مع زياج. انت ما دورك مع فنانه ما والو انت يديتي ميس بالتبحليس ما خصكش تكوني بنت بلادنا صراحه. المشواره مشواره على شي حاجه بصح شي فنانه شي ممثله شي كذا شي ماشي ديري لا شي انت لا شي بنتي معاك بوار والحبيب راه معك هذاك صويلح عاطيه ما شحال ديال الملاير تجي تخلص اصدقاء هذه الفلوس باش تبان في التلفاز. حيت كاين فرق بين فنان تيكون ناعس في الدار شي عيطوا له بين بحال هاد النوع هادو شي عيطوا للمخرجين وداك الشيء باش يبانوا في التلفاز يخلصوا بفلوس. شي اللي كيديروا هو حق رب وانا عارف شويه في هاد الدومين ثقوا بيا. شنو خصك ديري باش تصور معاك زياد حكيم بيكتور بليز ديما مغرب شتي الناس كيتهضروا بيكتور ديما مغرب شي 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 هذاك غالبا زياش ما عرفكش مغربي صراحه اصحاب لو جاي من شي ايران ولا شي حاجه حيت جهد انت خلى البن جي لعيبه يمشي لعيبه امرايق غادي شي ديها فيها الصراحه. تكوني قلتي له هاي بشي طريقه مستفزه ولا هاي باش هو يجي عندك وقال لك سيري من البسادات. زياش متواضع حنا معاه حنا زياش معانا معاه تنحبوه. زياش شي صور غير مع ميمته واو شي عاوتاني باراك عليه قلت جي تسالي ليه الكارير رغم داني قال لك هذاك رضوان قال لك فاشله في التمثيل والغناء وعارض الازياء والاعلام في كل شيء مشى تتعنب على زياش وقمعها خارجه كتقول عليه متكبر فرحانه انه جاوباته بالسبان وانت هي المسطيه ما عارفاش ان زياش كيضحك مع ماما فقط. اش وصلك عنده واشنو باغيه منه؟ اذا بغيتي تتعنب سير قصد نيمار وعاد زيدها كتكلم بالفرنسي زعما شوفوني راني واصله ياك انت مغربيه كتخاطب المغاربه والفرنسيه علاش يا بنت الناس بصح فرنسي بوركو لا فرنسي وبركاتك بركاتك يا شيخ يا شيخ رضوان. شوف 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 الجمال شوف زياش عنده غير مهمته يجي يبغى تصور مع التخشاي مع تعنقي ولا يعنقك ما يمكنش النيفو ديالك طايح الهوات اللي جا كيبهدلها البنت زياش بقى غير الشرق البحري الشرق البحري الدراري بحال المغاربه هذا والله يبيب كاع والشرق البحري بقى هذا اللي بقى معاه كولابوراسيون ناجحه 100%. حكيم زياد خرج البنت خرج حكيم زياد راه بلاص بدات بالبنت وسالت بزياد بدا قمع قيب ماشي بحال البنت. انا كي داير الدريه اللي كنقمع سوك في زعما انا كي داير زعما حكيم زياد خايب والدريه اللي تقمع زعما زوينات بحال دغ ما زويناش الدريه والله ما زوينه دغ وجهها بحال الكوسان ديال بيكالا لي جوج بحال الكوسان حيت علاش ما شنو المقوله ديال هاد الشراد اتس نوت نايس اتس نوت نايس ما غاديش تدوي معاه بلونكلي اتس نوت نايس يبقى فيها الحال يبقى فيها الحال يقول اوه سوري وكتبقى القصه ديال زياش والبنج قصه عمرها تنسى. سالينا زياش عطيها للكوفر هاد الايام هي كي دايره الولد اللي باغاه بغيتو الفلوس بغيتو باغي غير الفلوس تندم على النهار اللي هضرات معاه دابا والله الدراري مي فلوبي دراري شي كاين تاوميكو يا ربي نقص عندنا هاد المدلولات هادو زوز عندنا الانستغرام هنايا زوز دراري كنت معايا تشوف شوف فمي سخانة عفني في وطحت مريض كاو ها نتوما باش تعرفوا راني مريض ها نتوما هو الدواء كولابوراسيون الدواء سيرو شريوي ها هو الحلاقم ها هو تدير الواكه